مدرب نادي الاهلي ومعانا كابتن سعد سمير، اهلا. نجم النادي الاهلي. يا كابتن سعد مساء الخير، فرحتوا جماهير النادي الاهلي والف مبروك على بطوله الدوري. الله يبارك فيك يا ابو حميد، برحب بيك وبرحب بالكابتن سيد منور قناه الاهلي طبعا، والف مبروك لينا كلنا على البطوله المحببه لينا. يعني طمنا عليك في الاول يا سعد. الله الحمد لله، يعني الامور ماشيه بشكل كويس، وابتدت المرحله الاخيره في التأهيل وفي العلاج الطبيعي، ويعني شغال الحمد لله الفترة دي مع الكابتن محمد النجار والجهاز الطبي، وإن شاء الله قريب الواحد ينزل التدريبات مع الفريق إن شاء الله بإذن ان الله. شاء الله باذن الله. قول لي يعني استقبالك لفوز النادي الاهلي ببطوله الدوري، وشايف الموسم ده كان عامل ازاي من وجهه نظرك؟ والله في البدايه طبعا انت يعني معاك الكابتن سيد عبد الحفيظ، والكابتن سيد يعني قبل فوز الدوري من الناس اللي يعني انا بقالي مع الكابتن سيد حوالي 11 سنه، من يعني من الواحد زي ما بيقولوا الواحد عيل صغير، من اول ما ابتدينا يعني انا ابتديت الفريق الاول كان الكابتن سيد منسق عام في الفريق الاول، وبعدين بقى مدير كوره. أيوة. فدلوقتي 11 سنه و16 موسم عشره وانجازات وتاريخ، وتعلمنا كتير واستفدنا كتير، وعاصرنا اجيال كتير في السنين اللي فاتت دي كلها، وهو ده اللي رسخ عندنا مفهوم يعني ايه النادي الاهلي، ويعني ايه اللي تربى في النادي الاهلي ومبادئ واسس النادي الاهلي. فالكابتن سيد واحد من الناس دي اللي اثر فينا واللي اشتغلنا معاه واللي اتعلمنا واللي استفدنا، وبنحاول ان احنا يعني نكمل على ده دلوقتي، وان احنا نطبق ده بالنسبه للعيبه الجديده او اللعيبه الصغيره. ويعني دايما الواحد ما بيعرفش يشكر في المسؤول اللي شغال معاه او مع قدام الناس، يعني الطبيعي ان انت بينك وبينه انت عارف العلاقه بينك وبينه وعارف كل حاجه، لكن الحقيقه كابتن سيد الناس محترمه جدا، من الناس اللي الواحد بيتشرف ان هو اشتغل معاه وان هو استفاد منه في السنين اللي فاتت دي كلها. ببارك له طبعا، وببارك الجهاز الفني كله واللعيبه ومجلس الاداره. بطوله الدوري بطوله مهمه لاي فرقه في العالم، اي فرقه في العالم هدفها الرئيسي الفرقه الكبيره كلها بطوله الدوري، لان هي دي مقياس نجاحك ومقياس صعبك طول الموسم. دي مش بطوله تلاقيها في اربع خمس ايام، ده طول الموسم، فهو اكنك تقعد تذاكر تذاكر وتمتحن. فالحمد لله دايما بننجح في الامتحان، ودايما بنحسن بدري، ودايما انا بقول اللي بيذاكر كويس وبيشتغل كويس في الدور الاول وبيلم عدد نقط كبير في الدور الاول بيرتاح الدور الثاني، وهو ده اللي حصل، وده راجع لشخصيه البطل اللي هي موجوده في النادي الاهلي، وراجع لشخصيه اللعيبه اللي موجوده والمسؤول اللي موجود او المسؤولين اللي موجودين اللي دايما بيحاولوا ينموا النواحي النفسيه اللي مهمه للفوز بالدوري. ايوه، لكن الحقيقه يعني خليني بس اقف مع نقطه كابتن سعد، واستغل وجود كابتن سيد معانا وانت معانا على التليفون. سعد من اللعيبه طبعا، يعني واحد من ابناء نادي المخلصين، ومفيش حد في عصر الاحتراف كابتن سيد ما بيدورش على مصلحته، لكن في لعيبه بالاضافه لمصلحتها بتدور دايما على مصلحه النادي، وبترجم ده في مواقف كتير جدا، وبتهيألي سعد من اللعيبه دي يا كابتن سيد. طيب يعني يمكن سعد زي ما هو ذكر كده، احنا بقى لنا حوالي 12 13 سنه يعني. ايوه. وسعد خريج مدرسه النادي الاهلي، ودي بتسهل قوي على فكره. يعني لما بيطلع لك حد من خريج مدرسه النادي الاهلي او الناشئين في النادي الاهلي، وانا بقول يعني دايما الناشئين له عليهم دور كبير قوي، لانه الكنز الحقيقي بتاعك، الكنز بتاعك هو النادي الاهلي، او اسف قطاع الناشئين النادي الاهلي. الشخصيه والفنيات والالتزام وطريقه التفكير وطريقه التعامل وتحمل الضغوط، كل ده بيبقى طالع من النادي الاهلي. سعد واحد من دول. انا يعني السنه دي واخر السنه اللي فاتت يمكن في مباراه كانت بلاتينيوم يا سعد تقريبا، بلاتينيوم يا كابتن. بلاتينيوم يعني كان لسه نازل اصلا اكيلس، صح؟ دي اللي اتصاب فيها كابتن. كان لسه نازل اساسا بعد الاصابه، كان لسه نازل. يمكن الراجل بعد ما نزل بفتره قليله قوي قال لي احنا عايزين ندخله القائمه الافريقيه. فهو سعد نفسه ما كانش عارف ان القيد كان مختلف شويه. يعني كان بيبقى فيه ليه ميعاد فتح القيد، لكن السنه دي كانت البطوله يعني لها مواعيد مختلفه ومفتوحه شويه. يعني احنا بندور دايما على الشخصيه بتاعت الاهلي يا استاذ، دايما شخصيه الاهلي ممكن ما تبقاش احسن حد فنيا على فكره، تمام، لكن فكريا وشخصيا وتحمل ضغوط وطريقه تفكير وطريقه تعامل وجدعنه ورجوله وجماعيه، هي دي اللي بندور عليها على فكره. لان في المواقف الصعبه والتقيله والماتشات الكبيره بتدور على الشخصيه ديت. يعني عمر الانتماء ما كانش عروض، ولا الحب كلمات، يعني مش اللي هو
يعني هنقعد يعني وتكتب كذا وتعمل كذا، ولما تيجي تحط في موقف حقيقي يبان مع ده الموقف. يبان هنا ممكن واحد ما يعرفش يعبر عن اللي جوه على فكرة، وده لا يعيبه خالص، لكن المواقف حاضر، يعني المواقف حاضر. اقفل تليفونك يا سعد. قبله كده بس ما بتكلمنا معايا يا كابتن سعد. انا مستني ابو فيروز ان شاء الله كده، انا عارف ان هو قرب جدا ان شاء الله. الرحمن واحد من قيادات الفرقه، واحد من كبار الفرقه، واحد من كباتن الفرقه، ان شاء الله الرحمن مستنينك يا سعد باذن الله. بمناسبه وبرده معلش كابتن سعد معانا، كان في كلام الحقيقه عن مشكله فيما يتعلق بالتعاقد مع كابتن سعد سمير او العقد بتاع كابتن سعد، وانه في كان في ثغره وفي حمله يمكن استهدفت اسم سيد عبد الحفيظ بشكل محدد فيما يتعلق بالتعاقد مع سعد سمير. والله بص، هو سعد يتكلم يعني نسمع منه، هو نسمع منه طبعا. طب نسمع منك كابتن سعد. لا هو في مواقف بتيجي زي ما كابتن سعد قال في النادي الاهلي بيبان فيها معدن اللاعب ومعدن اللي اتربى في النادي واللي موجود في النادي. فالقصه كلها يعني مش قصه ثغره ولا اي حاجه، هو انا كان في ان انا خرجت من القائمه بالتنسيق مع الكابتن سيد وانا كنت مصاب، علشان انا كنت في المانيا وبعمل عمليه، وكابتن سيد كلمني وقال لي الكابتن انا والكابتن حسين اتكلمنا على موضوع القايمه وان انت محتاجين ندخل كهرباء في القايمه ونستفاد بالمكان، وخصوصا ان انا الاصابه بتاعتي هتطول يعني بتاخد لها حوالي 9 شهور او ممكن اكثر على حسب التاجيل وكده، فخلاص الموسم بالنسبه لي مش هبقى موجود فيه. وحتى كابتن سيد وهو بيكلمني يعني مش بيقول لي ان احنا قررنا، ده كابتن سيد بيقول لي لو انت حابب تبقى تكمل احنا ما عندناش مشكله خالص، احنا حاجه نفسيا ومعنويا نبقى معاك. ودايما بصراحه كابتن خطيب والكابتن سيد الفتره دي كانوا على طول على اتصال معاه معنويا، لان انت عارف في فتره الاصابه اللي هي بتبقى محتاج معنويا يعني. فكان الخروج من القائمه كان بالتنسيق طبعا مع الكابتن سيد والكابتن خطيب، طبعا بشكرهم على الدعم المعنوي اللي كان موجود الفتره اللي فاتت. أيوة. بعد كده التفاصيل كان في بقى حاجات اداريات وكده، وبعد كده الكابتن سيد نفسه كان عنده ظروف اسريه محدش كان يعرفها. كان في ظروف اسريه وقويه شويه، وكان في فتره الكابتن سيد كان نفسيا الموضوع ده كان يعني مأثر عليه جامد، كان في مرض حد يعني عزيز على الكابتن سيد اخوه، وكان فكان في قصه كده وموضوع كبير، والنادي كان فيه كذا ارتباطات للنادي وحاجات هنا وحاجات هنا وحاجات هنا. فكل ده بالنسبه لي انا كلاعب وواحد من كباتن الفرقه زي ما انت بتقول، والكلام ده كله ما يعنانيش ولا يفرق معايا، لان اللي بينك وبين النادي الاهلي اكبر من كده، اكبر من عقد او اكبر من امضاء او عقد جديد او الكلام ده كله. فالامور ما استغرقتش في اي حاجه خالص، لدرجه ان انا لما عرفت وترجمت ده كابتن سعد الحقيقه يعني زي ما بتكلم على اخلاص وانتماء من اللعيبه ومن كباتن الفرقه للنادي وفانيله النادي، انا كمان بيتهيألي انه ده بيترجم في مسانده النادي واداره النادي لاولاده ووقوفه جنبهم في اوقات المشكله او اوقات الازمه. واعتقد انه يمكن ده بيحصل مع يعني كل اللعيبه المخلصه اللي بتعبر عن انتمائها وبترجم انتمائها من خلال مواقف وتصرفات وافعال زي كابتن سعد سمير. بص يا ابو حميد، يعني انا عايز اقول لك على حاجه، النادي الاهلي يعني انا مش هتكلم عن النادي الاهلي النهارده في مواقف او اي حاجه، لان النادي الاهلي تاريخه معروف من 1907 لحد النهارده. انا دايما بقول النادي الاهلي اي نادي في العالم يبقى فيه ايجابيات وفيه سلبيات، اي مكان في العالم مهما كان اسم النادي، احنا كنادي اهلي عندنا ايجابيات وعندنا سلبيات وعندنا كل حاجه زي اي نادي في العالم. بس لكن النادي الاهلي يعني في كل التعاملات وفي كل الامور كل حاجه يبقى النادي الاهلي على مسافات كثيره جدا من اقرب انديه ليه في حاجات كتير. كابتن خطيب كان على تواصل معاك بعد اصابتك؟ طبعا على طول. واعتقد انه الحقيقه على طول كان موجود معايا، وعلى طول الكابتن الخطيب كان حريص حتى يعني من فتره قريبه كان بيكلمني وبيتاكد عليا ما تعجلش في الرجوع، خد وقتك في الاصابه، الامور مش مستاهله، الاصابه بتاعتك قويه مش اصابه سهله، مش مستاهله ان انت ترجع بسرعه. فهو دايما حريص، وده اللي بيفرق مع اللعيب في الناحيه النفسيه والمعنويه. انت دايما تحس بالنسبه للكابتن الخطيب، كابتن الخطيب رئيس النادي والكابتن الخطيب يعني رئيس المنظومه بتاعتنا في النادي الاهلي، غير كده كابتن خطيب الاسطوره بتاعتنا الاهلاويه اللي احنا كلنا كنا بنتفرج على يعني او اللي عرفناه كنجم كبير واسطوره كبيره النادي الاهلي ومنتخب مصر وقاره افريقيا كلها. صحيح طبعا. بالنسبه لك ان النجم بتاعك اللي انت بتحبه وان انت بتعشقه والمسؤول اللي هو رئيس المنظومه بتاعتك في النادي الاهلي بيدعمك نفسيا ومعنويا، فبيبقى له اثر ايجابي كبير جدا عليك، وده بيحصل مع كل اللعيبه المصابين يعني مش سعد بس. فده طبعا حتى لما بنقعد نتكلم مع بعض دعم معنوي بيفرق.
لكن زي ما انا بقول لك النادي الاهلي هيفضل طول عمره على مسافات كبيره جدا من اي حد. النادي الاهلي دايما مع اولاده بيقدرهم بشكل كويس ودايما معاهم بشكل كويس سواء في الاصابات او في اي حاجه ثانيه، لكن الفتره اللي فاتت صراحه النادي ما تاخرش علينا في اي حاجه في موضوع الاصابه. دايما بيشوف انتوا محتاجين ايه، ايه افضل حاجه تعملوها، وده مش جديد زي ما انا بقول لك عن النادي الاهلي يعني. صحيح. عشان احنا لا ده بيحصل من زمان. نتمنى لك ان شاء الله الف سلامه ودايما في بطولات وانتصارات ان شاء الله دايما، نتمنى لك ترجع بالسلامه في اقرب فرصه ان شاء الله ونطمن عليك وترجع تاني فورمه احسن من الاول. كابتن سعد سمير بشكرك، كابتن نادي الاهلي طبعا بشكرك على التواصل معانا.